السلام عليكم شباب وبنات، إن شاء الله تكونون بخير وعوائلكم الكريمة بألف خير. وياكم دكتور مسلم عقيل، بكالوريوس طب وجراحة عامة، خريج جامعة الأنبار كلية الطب، ثالث على المرحلة، وحاليا مقيم في جراحة الأطفال. Our lecture today about osmosis. إحنا دا ناخذ الـ lectures of the physiology. هسه دا ناخذ physiology هي وظيفة الأعضاء ووظيفة الجسم ووظيفة أي شيء، هو normal behavior of our body. النورمال مال كل شيء. احنا حتى نصير a good doctor you must know the abnormal and the normal. انت حتى اكو شيء اسمه علم الباثولوجي، هو علم الامراض. حتى تعرف المرض لازم تعرف الطبيعي الصح شنو، النورمال شنو، حتى تعرف الابنورمال شنو. اوكي، فالفسلجة هي دراسة النورمال behavior of our body، النورمال function. ننطلق من السيل اللي هي functional unit of our body الى النسيج والى العضو والى السيستم وهكذا. تمام، اليوم راح ناخذ سلسلة، هذه السلسلة هي محاضرات physiology of the cell اللي هي الوظائف الخلية. الأوزموسز النفاذية. Osmolarity is the concentration of osmotically active particles in a solution. الأوزمولارية هي تركيز في مادة معينة في محلول ما. Okay, can be calculated by using the following equation اللي هي G by C. Osmolarity here, concentration of particles. G here, number of the particles in the solution. عددها شقد. Okay. For example, ماخذ ال NaCl اللي هي 2. والexample NaCl. وعندنا الجلوكوز. مثلا NaCl عبارة عن 2 particles اللي هي الصوديوم ال Na and the Cl والكلورايد. بينما الجلوكوز اللي هي الشجر هي عبارة عن جزيء وparticle واحد. C هو concentration، هو التركيز بالمليمول على الليتر. تمام. Two solutions that have the same calculated osmolarity are isoosmotic. يعني شنو؟ إذا عندي two solution، عندي وعاءين كل وعاء يحتوي على فد محلول، إذا تساوت الأوزمولاريتي مع المحلول A ومحلول B فهذا شو نسميه؟ نسميه isoosmotic. iso يعني متعادل. If the solutions have different calculated osmolarities, the solution with the higher osmolarity is hyperosmotic and the solution with lower osmolarity is hypoosmotic. يعني إذا نرسم ثلاث وعاءات أوعية، مثلا أنت عندك غلاس مي، حط غلاس مي بصف غلاس مي، هذا isoosmotic متعادل، هذا مي وهذا مي. زين، اذا حط الجلاس، حط ملح فد 10 ذرات من الملح فد 100 جرام من الملح، تحط بالوعاء اي، تحط 20 ملي جرام بالوعاء بي، الوعاء الاي اللي يحتوي على 100 ملي جرام هذا يعتبر هايبر اوزموتيك، لان يعني عدد البارتيكلز، عدد جزيئات الملح الموجوده داخل السوليوشن تكون اكثر، فالاوزمولاريتي اعلى فنسميه هايبر اوزموتيك، يعني بي عدد جزيئات اكثر. الوعاء بي بي 20 ملي جرام، فاذا نقارنه بالمية، اذا نقارن بيناتهم بال 20 نسميه هايبو، لان ابو ال 20 بي جزيئات مذابه بي اقل من الوعاء اي. اوكي، فهذه المصطلحات مهمه جدا انه نعرف شنو الايزو اوزموتيك، شنو الهايبر اوزموتيك، شنو الهايبو اوزموتيك. طبعا ما نقدر نطلق هذه المصطلحات الا اكثر شيء غالبا نستخدمها اذا عندي مقارنه بين شيئين، اقارن هذا الشيء بهذا الشيء فاقول هذا هايبو وهذا هايبر. Osmosis and osmotic pressure. Osmosis is the flow of the water across a semi-permeable membrane from a solution with low solute concentration to solution with high solute concentration. راح أوضح لكم إياها. إذا عندي أني هذا وعاء، هذا وعاء. طبعاً من نقول semi-permeable membrane هذا ده يقصد أنا إذا قيسته كسة تجربة بالمختبر أو في التجربة outside، بس هو ده يقصد على semi permeable membrane، يقصد الغشاء الخلوي، الغشاء البلازمي اللي داير مداير السيل، اللي يحيط السيل، هذا هو semi permeable membrane. فالأوزموسيز من أخذها أنا outside، من أطبقكم إياها هنا، أنت راح تتخيل شلون ده يصير التناقل بين جزيئات الماء من وإلى الخلية. هذا بي خلنا نفرض هذا الوعاء بي أربع جزيئات، وهذا الوعاء بي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. أوكي، هذا عبارة عن مي وملح،
الجزيئات الصفراء، خلينا نتخيل هذه ملح، اوكي. انتقال الماء عادة ينين يكون من مناطق ذات التركيز الواطي بالسوليوشن الى المناطق ذات التركيز العفو بالسوليوت الى مناطق ذات التركيز العالي بالسوليوت. يعني شنو؟ يعني ادور بالوعاءين منو بيهم سوليوت اكثر، منو بيهم ملح اكثر، منو بيهم جزيئات مذابة اكثر، اللي هو الوعاء نمبر 2 نمبر 1 اوكي. نمبر 2 بجزيئات ملح اكثر وبي مي، هذا النمبر 1 بجزيئات ملح اقل وبي ماء. انتقال الماء من مناطق ذات التركيز الواطئ للسوليوت للملح الى مناطق ذات التركيز العالي، اذا هاي راح تكون انتقال الماء اوكي. هاي حركه انتقال الماء، هذا حتى يتوضح لكم شنو معناته الاوزموسيس، شلون دا ينتقل الماء، شلون دا ينتقل بالخلايا بجسمنا احنا، من خليه الى خليه، من الخليه الى الدم، من الدم الى الخارج، وهكذا اوكي. فحتى تعرفون هذا الرول انه شلون ينتقل المي، من يسالك شلون ينتقل بين بالاوزموسيس تقول لازم عندي اول شرط، لازم عندي سيمي بيرميابل ممبرين نمبر 1 اللي هو غشاء سيمي يعني منتصف او يعني جزئي، بيرميابل نفاذي هو شبه نفاذي اوكي، يعني مو نافذ بيرميابل ابسوليوت، ولا هو فت سوليد ما يسمح بمرور المواد، لا هو يسمح بمرور المواد بس النفاذيه مالته جزئيه وليست كليه تمام. Example of osmosis. Solution 1 and solution 2 are separated by a semi-permeable membrane. Okay. مثل ما قلت لكم أنا تخيلوا هذا. هذا هو semi-permeable membrane. الصراحة جارين. هذا هو semi-permeable membrane. هذا الأزرق اللي يفصل بيناتهم. Okay. إذا عندي solution 1 and solution 2 are separated by a semi-permeable membrane. Solution 1 contain a solute that is too large. احنا قلنا 2 حتى لا تتخربط عليكم، راح امسح لكم ال 1 وال 2 ونغيرها، نحطها هنا واحدة وهنا واحدة. هذه راح تصير زين. Solution 1 contain a solute that are too large okay to cross the membrane. Solution 2 is pure water. The presence of the solute in solution 1 produce an osmotic pressure. راح نفتهم شنو هو الاوزموتيك بريشر. ناخذ هذه، هسه عندي انا محلول 1 الازرق هذا ومحلول 2. محلول 1 يحتوي على جزيئات مذابه بي اوكي، محلول 2 يحتوي على فقط ماء. انتقال الماء منين تكون احنا قلنا من مناطق ذات التركيز القليل. شوف انتقال الماء منين، انتقال من 2 الى 1، لان الاثنين ما بي قد يكون يعني ما بي اي ذره من ذرات المذابه بي، فيكون تركيز الماء بي عالي، فينتقل من مناطق ذات التركيز القليله للسوليوت الى مناطق ذات التركيز العالي للسوليوت من 2 الى 1 اوكي. The osmotic pressure difference across the membrane causes water to flow from solution 2. يقول لك الاوزموتيك، يقول انه الاوزموتيك بريشر اللي هو الضغط، راح نفهم شنو يعني اوزموتيك بريشر. طبعا ما يترجم ترجمه حرفيه، لازم يفهم شنو هو الاوزموتيك بريشر. الاوزموتيك بريشر هو الفرق بالضغط بيناتهم، راح يسبب حركه الماء كوز ووتر تو فلو حتى يمر وينتقل فروم سوليوشن 2 مثل ما قلنا اللي هو هذا سوليوشن 2 الى سوليوشن 1. سوليوشن 2 which has no solute and lower osmotic pressure. الاوزموتيك بريشر شنو؟ من عندي انا جلاس ماي اوكي، حطيت بي ذره ملح، صار عندي اوزموتيك بريشر. اوزموتيك بريشر هو اللي يتكون نتيجه ذوبان ماده في ماده اخرى اوكي. من كل يصعد كل ما زاد تركيز الماده المذابه، من اجيب حفنه ملح واحطها بجلاس مي، مو مثل ما اجيب ملح قليل واحطه بجلاس مي، من اجيب الحفنه واحطها بجلاس مي راح يكون الاوزموتيك بريشر كلش هاي اوكي، فيزيد بزياده الماده المذابه داخل السوليوشن اوكي. which has no solute، ما بي احنا نمبر 2 ما بي سوليوت قد يعني كلش نسبه طفيفه جدا، او نقول ما بي ابد ماده مذابه، اذا الاوزموتيك بريشر ايش راح يكون؟ راح يكون كلش قليل. With lower osmotic pressure to solution 1 which has the solute and the higher osmotic pressure. انتقال الماء من مناطق ذات ذات اوزموتيك بريشر يكون لو اوكي الى مناطق ذات تركيز اللي هي الاوزموتيك بريشر مالتها يكون هاي. اذا عندي مصطلحين اقدر اقول الاوزموسيس هي انتقال الماء من مناطق ذات التركيز من مناطق ذات التركيز الواطئ للسوليوت الى مناطق ذات التركيز العالي للسوليوت، او اقول من انتقال الماء
من مناطق ذات الاوزموتيك بريشر يكون مالتها لو الى مناطق الاوزموتيك بريشر مالتها يكون هاي. اوكي، اتمنى تكون وصلتكم الفكره انه شلون دا اربط بين الاوزموتيك بريشر والسوليوت، شلون دا ينتقل الماء اكوردنج تو ذا سوليوت حسب وجود الاملاح المذابه بالماء وحسب وجود الاوزموتيك بريشر اللي هو ينخلق نتيجه ذوبان المواد داخل السوليوشن. With time, the volume of solution 1 increases and the volume of solution 2 decreases. لأن أكيد الماء ده ينتقل من 2 إلى 1 فأكيد الثاني يقل والأول هو يزيد. عندنا هنا معادلة اللي هي calculation حساب الأوزموتيك بريشر اللي هو Van 't Hoff law. The osmotic pressure of solution 1 can be calculated by Van 't Hoff's law. Which state يعني نقدر نقيسه calculated ينحسب can be calculated نقدر نحسبه عن طريق هذا اللو هذا القانون. Which state that the osmotic pressure اللي نص انه الاوزموتيك بريشر depend يعتمد on the concentration يعتمد على تركيز of osmotically active particles يعتمد على تركيز المادة المذابة بالماء. Okay, the concentration of particles is converted to pressure according to the following equation. يعني جدا يقول مثل ما فهمتكم هسه اني عندي فد ملح حطيته بالمي هذا خلق لي اوزموتيك بريشر. شلون اقدر اطلع الاوزموتيك بريشر من خلال هذا الجلاس مال مي؟ اقول الجلاس مال مي هذا الاوزموتيك بريشر ماله كذا عن طريق هذه المعادله. ده يحول التراكيز الى اوزموتيك بريشر، ده يحول التركيز مال بارتيكلز الى بريشر للبارتيكلز عن طريق معادله رياضيه هي نوت بايولوجيكال يعني مو بيولوجية وإنما رياضية اللي هي الباي تساوي جي في سي باي ذا ار تي. راح نشوف الباي هي الأوزموتيك بريشر زين، الجي هي النمبر اوف بارتيكلز ان ذا سوليوشن عدد الذرات الموجودة داخل المحلول، سي هي الكونسنتريشن مال هذه الذرات. اوكي، ار هو الغاز كونستانت اللي هو الثابت الغازي، التي هو الابسوليوت تمبريتشر هو الحرارة. طبعا هذه انتم ما مطالبين بها صراحة، يعني ما راح يجيكم فد مسألة يقول لك طلع بها القانون او طلع بها الاوزموتيك بريشر، نادرا انه لان انت دا تدرس شيء بيولوجي ما دا تدرس شيء رياضي زين، بس حتى تكونون بالصورة وحتى تكونون بالعلم انه شلون دا احول اني التراكيز الى ضغط عن طريق هذه المعادلة. The osmotic pressure increases when the solute concentration increases. هاي الملاحظة قلت لكم ياها انه هو تناسب طردي، يزيد الاوزموتيك بريشر زين بزيادة الكونسنتريشن مال بارتيكلز زين. A solution 1 of calcium chloride has a higher osmotic pressure than a solution of 1 ml of KCl العفو شو اسمه بوتاسيوم كلورايد. عندي كالسيوم كلورايد وعندي بوتاسيوم كلورايد، من احطهن بمحلول ايه هو راح يكون صاحب اوزموتيك بريشر اعلى؟ عندي اني قاعده تقول الاوزموتيك بريشر يكون هاي وين ذا سوليوت بيكم هاي، يعني كل ما كانت الذرات المذابه بالسوليوشن هاي ومور كل ما يكون الاوزموتيك بريشر مور. الكالسيوم هي ذره، الكلورايد هي ذرتين، فعندي المجموع هي ثلاثه بارتيكلز 3 بارتيكلز هنا، بينما البوتاسيوم كلورايد البوتاسيوم هي ذره والكلورايد ذره، فعندي جزيئتين، فاني عندي الاوزموتيك بريشر اوف سوليوشن وذ كالسيوم كلورايد هاز اوزموتيك بريشر مور ذان ذا اوزموتيك بريشر اوف سوليوشن وذ بوتاسيوم كلورايد بيكوز ذا كونسنتريشن اوف ذا بارتيكلز از هاير. زين مفهوم اتوقع يعني كلش واضح المثال انه على هذه الملاحظة وعلى هذه المعلومة انه كل ما زادت عدد الجزيئات وعدد البارتيكلز كل ما راح يزيد الاوزموتيك بريشر، والتعامل هنا طردي لانه هذه عندي هذه المعادلة اللي هي جي اللي هو النمبر اوف بارتيكلز كل ما زادت كل ما راح يزيد الاوزموتيك بريشر. The higher osmotic pressure of a solution the greater the water flow into it. يعني كل ما كان higher osmotic pressure of the solution كل ما كان الووتر اللي يعني مو قصدي انه بس الووتر وحده، اي solution معين من يكون الاوزموتيك بريشر مالته عالي راح يكون الفلو مال ووتر او مال solution راح يكون اله مو عليه، يعني ما يطلع من عند المي وانما يستقبل المي زين. ليش؟ لانه نرجع ونقول
انتقال جزيئات ما أو انتقال السوليوشن بين محلولين يكون من مناطق with osmotic pressure low إلى مناطق with osmotic pressure high. أنا عندي هنا إذا كان الأوزموتيك بريشر مالتي عالي زين هذا راح يستقبل الماء ولا يعطي الماء فأوكي فهنا عندي الملاحظة تقول higher osmotic pressure of a solution the greater the water flow into it. زين two solutions having محاليل اثنين عندها the same effective osmotic pressure are isotonic. إذا عندي محاليل اثنين عندهم نفس الأوزموتيك بريشر الإفكتيف أوزموتيك بريشر هذه شو نسميها إيزوتونيك تمام because no water flows across a semi-permeable membrane. أنا عندي محلولين نفس الأوزموتيك بريشر ماكو ما راح ينتقل لا من الأول ولا من الثاني ماكو استقبال ولا انتقال للماء فراح يكون نسمي هذا المحلول نسميه إيزوتونيك. if the two solutions separated by a semi-permeable membrane have different effective osmotic pressure. عندي محلولين واحد واثنين بيناتهم اختلاف بالeffective osmotic pressure. The solution with higher effective osmotic pressure شو نسميه hypertonic. طبعا اتوقع انتم راح تستنتجوا استنتاج يعني من اقراني هسه هاي الاسطر تستنتجوا استنتاج ما دام عندي محلول with higher osmotic pressure معناته هذا hypertonic معناته شنو بجزيئات وذرات تستنتج انت استنتاج ما دام هاي اوزموتيك بريشر يعني شنو يعني ذرات وجزيئات للماده السوليوت المذابه بهذا المحلول عاليه فلذلك هذا نسميه هايبرتونيك. and the solution with lower effective osmotic pressure شنو نسميه lower effective osmotic pressure معناته low particles low number of particles that found it تمام يعني أنا عندي low osmotic pressure معناته عدد الجزيئات المذابة بهذا solution تكون low فهذا شو نسميه hypotonic. هذه مصطلحات لازم تعرفوها isotonic hypertonic hypotonic. من يقول لك شنو isotonic شيله بهذا المصطلح اللي هو effective osmotic pressure. عندي two solutions equal with effective osmotic pressure have the same effective osmotic pressure نسميه isotonic. hypertonic يكون solution with high أو higher in comparison يعني إذا أنا أخذ محلولين يكون الهايبرتونيك اللي هو solution with higher effective osmotic pressure والهايبرتونيك if a solution with lower effective osmotic pressure. water flows from the hypotonic to the hypertonic solution مثل ما عرفنا إنه أنا هايبرتونيك معناته low osmotic pressure معناته عدد الجزيئات قليلة فراح ينتقل من عندها الماء إلى الهايبرتونيك اللي تكون high effective osmotic pressure و high particles موجودة بي high number of particles. عندي الكولويد osmotic pressure شنو يعني كولويد؟ كولويد هو هي المادة اللزجة يعني احنا عندنا نوعين المحاليل الكريستالويد والكولويد. الكريستالويد هي المواد مثل المغذيات اللي ناخذها احنا الموجودة اللي تكون اللزوجة مالتها قليلة والكثافة مالتها قليلة فنسميها كريستالويد. الكولويد الكثافة مالتها عالية والبارتيكلز عالية وتكون كثيفة جدا نسميه colloid osmotic pressure أو شو نسميه أيضا oncotic pressure هذا مصطلح آخر إله. is the osmotic pressure created by proteins كشكو colloid ما دام صار ليش صار كثيف ليش صار لزج يعني بي بروتين فالمحاليل colloid هي المحاليل التي تحتوي على بروتين مثل البلازما أوكي مثل الألبومين ذني اثنيناتها يسموها colloid solutions هذه راح يكون بيها osmotic pressure اللي هو نسميه oncotic pressure created by what by proteins يعني تراكيز البروتين بي عالية فراح يصير البريشر مالته هاي. عندي موضوع اللي هو الريفلكشن كوفيشنت معامل الانعكاس. ريفلكشن كوفيشنت از ا نمبر هو عدد بين 0 اند 1 يعني هو بين الصفر والواحد هو معامل يعطيني يعني الرقم من الصفر يتدرج والبوينتات للواحد that describes يوصف the ease with which سهولة اللي من خلالها a solution permeate يخترق a membrane يعني هذا راح ينطيني هذا المعامل مال reflection راح يقول لي هذه البارتيكل تمر بسهولة من خلال الممبرين وهذه البارتيكل تمر بصعوبة من خلال الممبرين تمام. if a reflection coefficient is one
the solute is impermeable. يعني إذا reflection coefficient واحد the solute is impermeable. solute يعني المادة المذابة بالsolution يعني الأملاح خلينا نطلق عليها تكون impermeable. شو يعني impermeable؟ غير قابلة للعبور. Therefore, it is retained in the original solution. It creates an osmotic pressure and cause water flow. مثال راح أشرح لكم إياه بس أخذ المثال. Serum albumin اللي هو large solute has a reflection coefficient of nearly one. شنو معناته؟ كل ما كان ال coefficient reflection هو الانعكاس رجوع. يعني شلون أقول رجوع؟ كل ما كان عالي هذا معناته هذه الذرة أو هذه الجزيئة ما راح تعبر راح ترجع إلى المحلول الأصلي لأنه كبيرة تكون large. تمام؟ فشدي يقول إذا عندي coefficient is one the solute is impermeable ما يقدر يعبر لأن الذرة كبيرة. Therefore is retained يبقى in the original solution. It create من راح يرجع للoriginal solution. تخيلوا إيش قد عدد الذرات راح ترجع راح يخلق لي osmotic pressure وراح يسوي لي حركة الماء and cause the water flow. حركة الماء المن للمحلول نفسه راح يجين ماء لأن خلق osmotic pressure عالي فراح يستقبل الماء إله. تمام؟ مثلا السيرم ألبومين اللي هو نوع من أنواع البروتين الألبومين هاي عبارة عن ذرة كبيرة. تمام؟ فعندها reflection coefficient of nearly one. زين if the reflection coefficient is zero إذا كان صفر the solute is completely permeable يعني هذا الملح راح يعبر بشكل كامل. Therefore it will not exert any osmotic effect ما راح يسوي لي osmotic pressure ما راح يسبب لي بالتالي حركة الماء ما راح it will not cause water flow. okay فهذا نفهمه انه الكوفيشنت شنو هو الكوفيشنت ريفلكشن كل ما كان عالي كل ما كان يخلق اوزموتيك بريشر كل ما راح يكون هناك حركه للماء وراح يكون هناك اوزموسيس كل ما كان الكوفيشنت ريفلكشن قليل كل ما راح يكون نفاذيه هذا السوليوت للبيرميبل ممبرين عاليه راح يعبر فما راح يخلق لي اوزموتيك بريشر فما راح تكون هناك حركه للماء ولا راح تكون هناك عمليه الاوزموسيس. زين calculation حساب الeffective osmotic pressure شلون نحسب الeffective osmotic pressure اللي من خلاله تذكرون حسبنا هذا المحلول hypertonic هذا المحلول hypotonic وهذا المحلول isotonic. effective osmotic pressure is the osmotic pressure calculated by Van't Hoff's law multiplied by reflection coefficient نفس ذيك المعادله بس اضربها من بس اخلي الreflection coefficient وياها كله ضرب ماكو تقسيم فلذلك الاتجاه يكون متوازي فلذلك يكون التناسب تناسب طردي كل ما كان الكوفيشنت ريفلكشن عالي كل ما راح يكون مثل ما حكينا ما دام المعادله هيش رياضيا نقدر نستنتجها وبيولوجيا نقدر نستنتجها انا اعطيتكم ملاحظه انه كل ما كانت الذره كبيره كل ما راح يكون الكوفيشنت ريفلكشن عالي كل ما راح يكون هاي اوزموتيك بريشر وبالمعادله ايضا هنا انا ما دام عندي الاوزموتيك بريشر بنفس الاتجاه الريفلكشن ما كل ما زاد الريفلكشن كل ما راح يزيد الأوزموتيك بريشر حسب المعادلة الرياضية. راح نجي اللي هو shift of water between the body fluid compartment. كل الفوق أخذناه هو حتى يفهمني يعني أخذني برا طلعني خارج الجسم إجاني بمختبر حط لي solutions تمام طبق عليها اللي هو outside the body ده نفتهم شون ده يصير انتقال المحاليل outside the body. هسه راح نطبق هاي كل الملاحظات اللي اخذناها تحفظوا لي الايزوتونيك الهايبوتونيك الهايبرتونيك الاوزموتيك بريشر الدفرنس شلون دي ينتقل المي من هنا لهنا اوكي كلها هنا انا راح ناخذها بشنو نطبقها على جسم الانسان بالبودي فلويد اوف اور كومبارتمنتس بارتس. ذير ار نمبر اوف ديستربنسز اكو هوايه من الديستربنسز نسميها نقاط الاختلاف زين ذات باي الترينج سوليوت or water balance راح تغير لي كل ما تغير تراكيز الأملاح كل ما راح تتغير عندي المعادلة راح يصير عندي disturbance وراح يصير عندي راح يتغير عندي water balance cause a shift هذا راح يسوي لي shift انتقال water between the body fluids compartment يعني أكو اختلاف أكيد يعني الجسم مالتنا راح يعيش مو ثابت راح يعيش مختلف لأن أكو عدد مختلف من السوليوت اللي تذوب من خلاله. أوكي تفاعلات كيميائية داخل الجسم تؤدي إلى وجود أملاح متعددة هاي الأملاح راح تغير لي من تراكيز المياه أيضا فراح يكون أكو شفت بين البادي بارتس
اوكي شلون راح يكون هذا الشيفت على ات ويتش رول، يعني على قانون راح يكون على قانون اللي اخذناها فوق، قوانين كليته، قوانين الاوزموسس، قوانين الاوزموتيك بريشر، قوانين الكونسنتريشن اوف ووتر. زين among these disturbances to be considered، يعني خلينا ناخذ مثال من هذه الdisturbances are diarrhea اللي هو الاسهال، اللي هو frequent bowel motion and severe dehydration. severe dehydration هو الجفاف الحاد، ده تشوفون الدياريه هنا، يعني ده اخسر ووتر، ده اخسر ووتر بشكل غير طبيعي للجسم، فاكيد راح يصير عندي شيفت. السيفير ديهايدريشن ده يصير عندي جفاف جدا عالي، تمام، فراح يسوي لي شيفتنج اوف ووتر. ادرينال انسفيشنسي، اكو غده اللي هي الادرينال جلاند، راح يصير بيها انسفيشنسي، يعني تكون غير فعاله، ايضا راح يصير عندي شيفت اوف ووتر وديستربنس بالووتر والسوليوتس والاملاح. انفيوجن اوف ايزوتونيك سالاين، من واحد يروح للطوارئ ويشدوا له مغذي انه الضغط عنده هابط ويشدوا له ايزوتونيك سالاين اللي هو النورمال كلورايد، اللي هو النورمال سالاين نسميه احنا صوديوم كلورايد. هاي صوديوم كلورايد انتيك، من انطي محلول يسموه هايبرتونيك، يكون نسبه الصوديوم كلورايد مالته عاليه جدا، فمن انطيه للجسم. هذه كلها امثله على الديسربنسز بالفلويد اللي يصير داخل الجسم واحنا ما ندري بيه. اند سيندروم اوف ان ابروبريت انتي دايوريتيك هرمون، هذا شنو معناته؟ اني الدايوريتيك، الانتي دايوريتيك هرمون ينفرز من الغده النخاميه، هذا الانتي دايوريتيك هرمون ينفرز للجسم من اني اريد احافظ على الماء بجسمي، فينفرز من الغده النخاميه للنفرونك نفرك تيوبولز، راح يقول لها انه اني ما اريد خساره، ما اريد شو اسمه دايوريسيس، ما اريد تبول، احتفظي بالماء لان اني جسمي يحتاجه. عندي سيندروم جدا يصير عندي inappropriate anti-diuretic hormone secretion، ده ينفرز anti-diuretic hormone بجد بنسبة غير طبيعية نتيجة اعتلال بي. هذا الاعتلال إما نتيجة السيرجري، من واحد يسوي manipulation من تصير عمليات الغدة النخامية، فيصير عندي سيندروم of inappropriate anti-diuretic hormone، أو لأسباب أخرى بس هي الموست كمان هي السيرجري، تمام، أو نتيجة drug outside toxicity مال drug فتؤدي إلى هذا الشيء. فهذا دا يسوي عندي خلل بالتوازن الماء، بالتوازن المائي، خلل بالقانون، أنا القانون ثابت إجي هذا خربه، تمام، لأن دا ينفرز بكميات عالية وبطريقة غير مسيطر عليها. In the steady state، بالحالة الاعتيادية، intracellular osmolarity is equal to the extracellular osmolarity. طبعا أنا قبل ما أطب هذا الموضوع لازم تفتهمون فد ملاحظة مهمة. أنا عندي شيء اسمه intracellular وعندي شيء اسمه extracellular، يعني هذه السيل، هذا اي شيء جوا السيل يسموه intracellular، اي شيء خارج السيل، يعني هسه عندي هاي سيل وهاي سيل وهاي سيل، هذا كله هذا البرة حلونه بغير لون، هذا 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 كله يسموه extracellular، تمام. الأخضر شنو هو؟ هذا الانتراسيلولر. فد ملاحظة مهمة، الدم اللي يجري بالعروق البلاد هذا part of extracellular fluid، تحفظوا لي هاي، أنه الدم تتخيله هذا الاكستراسيلولر fluid. زين osmolarity is the same throughout the body fluid. أنا بالحالة الطبيعية عندي الانتراسيلر يساوي الاكستراسيلر والosmolarity واحدة وحالة توازن موجودة بالجسم. To maintain this quality, water shift freely across cell membranes. يصير حركة الماء، يعني الماء ينتقل بصورة ميكانيكية منتظمة freely between the membranes mass cells، يعني من خليه الى اخرى، من الخليه الى الخارج، من الخارج للداخل، وهكذا دا يسوي توازن، اي خلل يشوفه ينتقل الى حتى يسوي توازن. if a disturbance occur، اذا صار عندي خلل واعتلال occur to change the extracellular fluid osmolarity، يعني اذا صار عندي تغير بالextracellular fluid osmolarity، water will shift across a cell membrane، راح ينتقل الماء عن طريق عبر السيل الممبرين to make the intracellular fluid osmolarity equal to the new extracellular osmolarity. فهمتوا؟ يعني اي خلل يصير بالاوزمولاريتي مال extracellular راح ينتقل الماء وراح يكون لي، راح نشوف شلون راح ينتقل الماء حسب قوانيننا الفوق، اوكي، حسب القوانين اللي اخذناها فوق وراح ناخذ عليها امثله. فاذا انتقال الماء هو الجوهر اللي يحافظ لي على التوازن between the extracellular والintracellular
أوزمولاريتيز حتى يحافظ لي على التوازن، هي حركة انتقال الماء هو المسيطر وهو المهيمن وهو الكي، هو المفتاح اللي يخلي لي التوازن قائم between them. After a brief period of equilibration راح تصير عندي فترة من التوازن equilibrium، حالة متوازنة. While the shift of water occur a new steady state will be achieved، يعني أنا من صار عندي خلل وصار عندي انتقال الماء، steady state هي الحالة الاعتيادية، حالة الاستقرار خلينا نسميها، تمام؟ عندي كانت قبل steady state، صار عندي خلل راح يتعدل الخلل عن طريق الماء وانتقال الماء من وإلى، راح تتكون عندي a new steady state و new osmolarity راح تكون equal between them، يعني ما راح نرجع للقديمة، لا المهم أني الهدف من عندي إنه أساوي between them، تمام؟ and the osmolarities will again will be equal. Solutes الأملاح such as sodium chloride and sodium bicarbonate شبيهة and large sugar such as mannitol sugar فد مثال عليا مانيتول، مانيتول نستخدمه احنا بالحياة الطبيعية الطبية ننطيه are assumed to be confined to the extracellular compartment because they don't really cross the cell membrane. تحفظوا لي هذه المواد، هذه مهمة الملاحظة، تجي بالام سي كيو تجي بالترو فولس، انه هذه المواد وهذه السوليوتس اللي هي الصوديوم كلورايد زين صوديوم كارب وعندي المانيتول، هذني ثلاثتهن وجودهن وبيتهن الاساسي هو الاكسترا سيلر كومبارتمنت. ليش؟ لان ذني ما يقدرون يطبن للانترا سيلر كومبارتمنت، ما يقدرون يعبرون السيمي بيرميابل ممبرين اللي يفصل الاكسترا على الانترا سيلر كومبارتمنت. If a person ingest إذا واحد أكل a large quantity of sodium chloride الملح مالتنا العادي، إذا واحد أكل هواي ملح that sodium chloride will be added only to the extracellular compartment and the total solute content of extracellular compartment would increase. يعني إذا واحد أكل ملح هواي، هذا الملح برأيكم وين ديروح؟ ديروح يعبر للأمعاء من الأمعاء العفو للمعدة من المعدة للأمعاء وهكذا، راح يصير بالمعدة وبالأمعاء الاثنى عشر خصوصا بالترمينال إليم اللفائف الأخير الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة، راح يصير امتصاص لهذا الصوديوم كلورايد. هذا الامتصاص وين راح يروح؟ راح يروح للبلد، وأنا قلت لكم حطوا ملاحظة ببالكم، البلد هو عبارة عن إكسترا سيلر فلويد، فإذا أنا من أكل ملح شنو راح يزيد؟ ما راح يزيد الإنترا سيلر، راح يزيد الإكسترا سيلر، يعني التركيز مع الصوديوم الملح اللي أنا أكلته كله راح يروح بالدم. ولذلك جماعة ضغط الدم نسوي لهم بهرزة ونقول له لا تاكل أملاح، لأن الملح راح يروح بالدم وراح يزيد الضغط بالإكستراسيلر كومبارتمنت بالبلد نفسه بالمجرى الدم نفسه، راح يزيد الصوديوم كلورايد، من يزيد الصوديوم كلورايد راح يزيد البرشر أجينست إت، فراح يزيد ضغط الدم. فد قانون If there is no change in the extracellular osmolarity, no water shift will occur. تشوفون هاي الملاحظة المفروض أنتم تقروها تعرفوها، لأن إحنا أخذناها فوق كوما، إنه أنا ما دام عندي ماكو change بالosmolarity فمعناته ماكو water shift. ليش حتى يتحرك الwater؟ يتحرك إلا إذا صار خلل بالosmolarity، إلا إذا صار خلل بالتراكيز، انضافت أو انحذفت تراكيز وتغيرت الosmolarity راح يصير هنا حركة water. If there is a change in the extracellular osmolarity when a water shift must occur، لازم تصير حركة ماء. ليش لازم؟ حتى أوصل لمرحلة a new steady state and a new equilibrium state، إلى حركة توازن جديدة، يعني الجسم مالتي لازم يوصل لحركة الاتزان، ما يصير يبقى disturbance. Isoosmotic disturbance means that there is no change in the extracellular osmolarity. يعني الايزو اوزموتيك معناته شنو؟ معناته اي شيء ايزو معناته متساوي، زين نو تشينج، ما راح يصير تشينج بالاكسترا سيلر اوزمولاريتي، ما راح يصير تشينج بالاوزمولاريتي. بنقول هايبر اوزموتيك ديستربنس مينز ذات ذير هاز بين ان انكريز ان ذا اكسترا سيلر اوزمولاريتي، مثل ما اخذناه هناك من قلنا المحلول اللي يحتوي على السوليوت الاعلى راح يكون هايبر اوزموتيك، اوكي؟ فهنا نقيس انه اذا عندي الهايبر اوزموتيك ديستربنس بالاكسترا سيلر معناته الاكسترا سيلر اوزمولاريتي زادت، فلذلك صار هايبر اوزموتيك. And a hypo osmotic disturbance means that there has been a decrease in the extracellular osmolarity. كل ما قلت كل ما سمينا hypo، لان تقل من اقول قلت osmolarity معناته شنو؟ معناته قلت الparticles المذابة بالمحلول، تمام؟
فلذلك هو فد شيء مرتبط بشيء، عدد الذرات موجودة بالمحلول مرتبط بالأوزمولاريتي ورقمها، مرتبط بالأوزموتيك بريشر ورقمه، ذن ثلاثة مرتبطات واحدة باللوخ. إيش قد ما عندي عدد بارتيكلز عالية فعندي أوزمولاريتي عالية فعندي أوزموتيك بريشر عالي، إيش قد ما عندي ذرات قليلة عندي أوزمولاريتي قليلة وعندي أوزموتيك بريشر قليل. Six disturbances of body fluids are grouped and named. يعني عندي ست أسماء أو ست مصطلحات نطلقها على disturbance، على الاختلاف اللي يصير بالbody fluid، and named according to whether they involve volume, contraction or volume expansion, and whether they involve increase or decrease in the body fluid osmolarity. Volume contraction means a decrease in the in the extracellular volume. Volume expansion means an increase in the extracellular volume. شوفوا عندي فد مصطلحات تطلق نطلقها على الحجم الفوليوم اللي هي الكونتراكشن. شنو يعني كونتراكشن؟ كونتراكشن معناه تقلص، موستلي تجي نقول كونتراكشن اوف ماسلز اللي هي تقلص العضلات، بس هنا ده تجي على الفوليوم، تقلص يعني ديكريز الفوليوم. هنا انا بترجمها فوليوم كونتراكشن مينز ديكريز ان ذا اكستراسيلولر فوليوم. زين فوليوم اكسبانشن، اكسبانشن هي التوسع، تمام؟ اكسبانشن اللي هو زياده، انكريز ان ذا فوليوم. The terms isoosmotic, hyperosmotic, and hypoosmotic refer to the osmolarity of the extracellular fluid. يعني أنا عندي هسه ست يعني مصطلحات ثلاثة تخص الأوزمولاريتي، وعندي مصطلحات تخص الفوليوم اللي هي الكونتراكشن والإكسبانشن. هاي ما أدري السلايد هذا الجابة بالنص إنه ده ينطيني الهيماتوكريت. الهيماتوكريت هو الـ PCV. هي زوجة الدم اللي نقيس بها الهيماتوكريت. نقول يعني أنا عندي من نروح للمختبر نقول له أريد نسبة الدم ال HB الهيموغلوبين، ما ينطيني نسبة دقيقة للدم. ال PCV هو اللي ينطيني اللي هو الهيماتوكريت، تمام؟ HTC هو اللي ينطيني النسبة الحقيقية للدم، لأنه الهيموغلوبين يتأثر بالديليوشن، يعني التغير مالته يكون بطيء. من واحد ينزف مثلا تلقى الهيموغلوبين، من ينزف نزف أكيوت تلقى الهيموغلوبين مالته نورمال، وهذا الشيء راح يغلطني. يعني واحد بيجي لا سمح الله حادث بالطوارئ تقيس الهيموغلوبين مالته نورمال تلقاه، او تلقاه هاي نوت ريفلكت الاماونت اوف بليدنج، ما يعكس لي ايش قد يخسر هذا البيشنت، ايش قد يخسر دم. فاذا اريد النسبه الادق اروح على الهيماتوكريت. الهيماتوكريت هو اللي يتغير تغير اني حتى اذا كان النزف اكيوت، تمام؟ شلون الدم ده ناخذ هذا سنترفيوج، راح تاخذوه بالعملي سنترفيوج، تحط بيه قطره مال الدم تحطه بالسنترفيوج هيك ظل تدور بيه لمده من الزمن، وتجي تشوف شنيرت ما 42% هي كريات الدم الحمراء، وعندي بلازما وعندي كريات دم بيضاء، تمام؟ هذا نسبه الدم، يعني شلون بدي افصل الدم. 58 هي البلازما، كريات الدم البيضاء هي بالنص، وكريات الدم الحمراء هي 42%. طبعا هذا الجدول كلش مهم صراحة، كلش صعب وليس سهل، بس أريدكم تنتبهون معي. هذا الجدول جدا ينطي إكزامبل على كل تغير يصير بجسمنا، على كل تغير يصير بالإكسترا سيلر والإنترا سيلر. شون النوع الأول اللي هو الأيزو أوزموتيك فوليوم كونتراكشن. شنو يعني أيزو أوزموتيك فوليوم كونتراكشن؟ يعني أنا عندي فوليوم دا يقل الإكسترا سيلر فلويد دا يقل، بس دا يكون ايزو اوزموتيك، يعني ماكو خسارة، يعني دا يكون متعادل بالدياريا والبيرن. الدياريا هي الاسهال، البيرن الحريق. ايش دا يصير عندي؟ ما دام عندي فوليوم كونتراكشن معناته الاكسترا سيلدر فوليوم دا يقل، السهم دي جوا. زين الانترا سيلدر فوليوم ايش صار به؟ ما صار به شيء، نورمال ما يصير به شيء. زين الاوزمولر تشبيها نورمال. زين ليش نورمال؟ لانه انا عندي ايزو اوزموتيك، ما دام ايزو اوزموتيك فمعناته الاوزمولاريتي ما تغيرت فكانت نورمال. الهيماتوكريت شنو هو؟ هو لزوجة الدم او نسبة كريات الدم الحمراء في الدم. ايش راح يصير بيها؟ راح تزيد. ليش تزيد؟ لان قل الفوليوم. من يقل الفوليوم، من يقل الفوليوم يعني انا قلت لكم الاكسترا سيلولر فلويد اللي هو من يقل اللي هو الدم، من يقل الفلويد بالدم انت عندك فد خلينا نقول مي وملح، قللت المي ايش راح يصير؟ راح يزيد تركيز الملح، لان كل ما قل المي الجزء اللي يذوب هذا الشيء كل ما قل راح يصير
زياده بالمذاب، زياده بالملح، يعني قللت المي راح يزيد الملح، وكذلك الكريات الدم الحمراء، من قللت البلازما، من قل الاكستراسيلولر فلويد، من قل المي السائل من الدم، فراح تزيد تراكيز المواد المذابه بي من خل... من اللي هي كريات الدم الحمراء او بلازما بروتين، اثنيناتهم راح يزيدون لان قل منسوب الماء بالبلاد اللي هو الاكستراسيلولر فوليوم، ده يصير عندي كونتراكشن. اوكي، اتمنى فهمتوها انه شلون دا افسخها، انه فوليوم كونتراكشن هو الاكسترا سيلولر فوليوم دا يقل، الايزو اوزموتيك معناته الاوزمولاريتي نورمال ما تغيرت، زين الانترا سيلولر هم نورمال لان ايزو اوزموتيك ما صار عندي شيفتنج اوف فلويد، ما صار عندي انتقال للماء. الهيماتوكريت والبروتين دي زادوا لان قل عندي الاكسترا سيلولر فوليوم، كل ما قل الاكسترا سيلولر فوليوم راح تقل، فمعناته دا يقل الماء الموجود بالدم، من قل الماء الموجود بالدم راح تزيد التركيز او نسبه المواد المذابه بي اللي هي الكريات الدم الحمراء والبلازما بروتين. ننتقل الى الهايبر اوزموتيك فوليوم كونتراكشن. زين هايبر اوزموتيك، نجي على اول كلمه هايبر اوزموتيك معناته شنو؟ معناته الاوزمولاريتي زادت. زين من زادت الاوزمولاريتي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي شيفتنج. شيفتنج بوين؟ راح يصير عندي شيفتنج بالبادي فلويد. فوليوم كونتراكشن معناته شنو؟ معناته يقل عندي الاكسترا سيلولر فلويد. تمام، من يقل عندي الاكسترا سيلولر فلويد وهو هايبر اوزموتيك، انتبهوا الاكسترا سيلولر فلويد هو شنو؟ هايبر اوزموتيك، معناته تركيز الجزيئات بي جدا عاليه. تمام، معناته راح يصير عندي انتقال بالماء منين؟ من الانترا سيلولر للاكسترا سيلولر، من هنا لهنا، من يصير انتقال الماء من هنا لهنا حتى يعوض الاوزمو تشينج بالاوزمولاريتي، التغير بالاوزمولاريتي ايش راح يقل؟ راح يقل الانترا سيلولر فلويد، فعندي هايبر اوزموتيك معناته شنو؟ اوزمولاريتي تغيرت، صعدت، من صعدت الاوزمولاريتي مال الاكسترا سيلولر فلويد، زين صار عندي فوليوم كونتراكشن. شو وقت صار عندي بالفيفر ديابيتس انسيبيدس والسواتينج؟ واحد من يعرق، تخيل واحد يعرق، ركض هواية وعرق، ايش راح يصير عندي؟ راح يقل الاكسترا سيلولر فلويد، لان هذا العرق هذا عبارة عن فلويد دي يطلع من الجسم، منين دي يطلع؟ دي يطلع من الاكسترا سيلولر فلويد. زين هذا ايش بيه؟ هذا عبارة عن هايبر، راح ايش راح يصير الاكسترا سيلولر فلويد من يطلع من عنده مي؟ راح يزيد تركيز المادة المذابة بيه، راح يصير هايبر اوزموتيك، الاكسترا سيلولر راح يصير هايبر اوزموتيك. زين من صار هايبر اوزموتيك انا اتذكر المي منين ينتقل؟ ما دام صار عندي السيرفنس فاذا المي راح ينتقل، المي منين راح ينتقل؟ راح ينتقل من الانترا للاكسترا، فاذا الانترا هم ايضا راح يزيد، راح يقلل عفوا نسبه الفوليوم مالته، فاهمين علي؟ الاوزمولاريتي زادت، الهيماتوكريت بقى نورمال، والبلازما بروتين زادت. الهيماتوكريت بقى نورمال لانه انا دا اعوض الاكسترا سيلولر فلويد، تمام، دا اعوضه من دا تنتقل الماء من الانترا سيلولر للاكسترا سيلولر، دا عوض، دا رجع المنسوب الى ما كان عليه، فدا يبقى الهيماتوكريت نورمال. البلازما بروتين يعتمد على الاولى، ما دام عندي اني قله بالبدايه راح يبقى البلازما بروتين عالي. زين عندي هايبو اوزموتيك فوليوم كونتراكشن يصير بالادرينال انسفيشنسي. نجي هايبو اوزموتيك فوليوم كونتراكشن ايش راح يصير عندي؟ الاكسترا سيلولر فلويد دا يقل، ما دام عندي فوليوم كونتراكشن فالاكسترا سيلولر فلويد ديكريزز، السهم لي جوا نازل. زين من راح يقل الفوليوم ايش راح يصير؟ راح يبقى بالادرينال انسفيشنسي عاده. شوفوا شنو الفرق بين السواتينج، ليش صار الاكسترا سيلولر هايبو زين وبالسواتينج صار هايبر؟ اوكي، بالادرينال انسفيشنسي راح يخسر الاكسترا سيلولر سوليوت اكثر من الووتر. تمام، من يخسر سوليوت يعني مواد مذابة راح يخسر صوديوم كلورايد وهكذا، من راح تصير خسارة السوليوت أكثر من الووتر راح يبقى من يقل الفوليوم، من يصير فوليوم كونتراكشن يقل، راح اللي يبقى راح يكون هايبو أوزموتيك لأن خسر سوليوت أكثر من المي، فراح يكون هايبو أوزموتيك بالمقارنة ويا الانترا سيلولر. زين ليش زاد عندي الانترا سيلولر فوليوم؟ ليش زاد عندي؟ لأنه انتقال الماء منين يكون؟ من مناطق ذات التركيز القليل للسوليوت الى مناطق ذات التركيز العالي للسوليوت، يعني راح ينتقل الماء منا الى هنا، يعني هذا هايبو فراح ينتقل من عند الماء الى الانترا سيلولر، فراح يزيد الانترا سيلولر فوليوم.
الاوزمولاريتي ايش بيها؟ لان قلنا هايبو قلت اكيد. الهيماتوكريت ليش قل؟ لان انا ايش قلت عندي؟ قلت انه الاكسترا سيلولر فلويد دا يقل، زين دا يقل، دا ينتقل الماء منا الى هنا، من الاوت الى الان، فايش دا يصير؟ دا يصير زياده بالهيماتوكريت وزياده بالبلازما بروتين، لان يعني مثل ما قلت اني الاكسترا سيلولر اعتبروه دم، من الدم يفقد المي، المي دا يروح وين؟ داخل السيل دا يعوض لي، زين اني دا اريد ادفع المي حتى ارجع تركيز الملح عالي، اني عباره عن هايبو، اني هايبو فادفع المي من يمي اوديه للانترا سيلولر، فدا ادز للانترا سيلولر دا اخسر اني المي، فمن اخسر المي التراكيز الموجوده داخلي اني دا تزيد، اللي هي الهيماتوكريت والبلازما بروتين. عندنا ايزو اوزموتيك فوليوم اكسبانشن، احنا حكينا ثلاثه على الكونتراكشن، راح نحكي هسه على اكسبانشن، زياده الفوليوم. عندنا الايزو اوزموتيك فوليوم اكسبانشن، ايش وقت يصير هذا؟ من اروح انا للطوارئ ويحطوا لي ايزوتونيك نورمال سلاين اللي هم الاتش واي اس، يجون نحط لهم النورمال سلاين هيستيريكال او شيء او واحد سيكينج اتنشن، انت حتى لا تخسر شيء حط له نورمال سلاين، حط له اي سلاين حط له، تمام؟ لان اكو واحد، اكو بشر يزور المستشفى حبا بالمغذيات، تمام؟ راح تشوفوه ان شاء الله من تصيرون اطباء وتمارسون المهنه. بس اكو انديكيتد، اكو انديكيشن اللي هي ساينتفك، اكو ساينتفك انديكيشن فور انفيوجن اوف ايزوتونيك نورمال سلاين، اوكي؟ فاني من انطي الواحد ايزوتونيك نورمال سلاين، انا زيدت الاكسترا سيلولر فلويد، ليش؟ لان انا انطيه من خلال الدم، عبر الدم، صح لو غلط؟ انا انطيت الانفيوجن، حطيت له كانيولا، انطيت له ان اي سي ال بالدم، الدم هذا عباره عن شنو؟ عباره عن اكسترا سيلولر فلويد كومبارتمنت، فراح يزيد الفوليوم مالته. زين الفوليوم مال الانترا سيلولر ايش دا يصير؟ نورمال، ليش؟ لانه انا ما عندي تشينج بالاوزمولاريتي، قانون ما يتحرك المي وما يتغير تراكيز تو كومبارتمنتس اذا ما كان عندي تشينج بالاوزمولاريتي. تلاحظون فوق، انا من كان عندي تشينج بالاوزمولاريتي تغيرت التراكيب وتغيرت الاتجاهات، بينما الانترا سيلولر نورمال يبقى، لان انا ما انطيت ايزوتونيك، ما يصير عندي تشينج بالسوليوت، ما تصير عندي تشينج بالاوزمولاريتي، هم تبقى نورمال. زين ليش دا يقل الهيماتوكريت ودا يقل البلازما بروتين؟ لانه يعني انا انطيت انفيوجن مثل ما قلت انه اني عباره عن الدم، زياده المي الموجود بيه، فراح يصير عندي ديليوشن، ديليوشن يعني شنو؟ زياده الدم، فراح تقل تراكيز المواد المذابه بي ان كوريليشن وذ ذا بريفيوس ستيت، يعني قبل كان الستدي ستيت مالته طبيعيه، من دخلت اني فتشي جسم غريب، فدماء غريب الى الدم، قلت تراكيز المواد المذابه بي اللي هي الهيماتوكريت والبلازما بروتين تكون لو. زين عندي هايبر اوزموتيك فوليوم اكسبانشن، اللي هو ايش دا انطي اني؟ دا انطي اسيد الجرعه مال ان اي سي ال، اسويها هاي ان اي سي ال انتيك، فراح يصير هايبر اوزموتيك فوليوم اكسبانشن. ايش دا اسوي اني؟ الاتجاه، شوفوا الاتجاه الاول اللي هو الاكسترا سيلر فوليوم زياده مرتفع لي فوق، ليش مرتفع لي فوق؟ لانه اني دا ازيد الفوليوم اللي هو الدم الاكسترا سيلر. زين من زيادة الإكسترا سيلولر، الإكسترا سيلولر صار؟ صار هايبر أوزموتيك. زين انتقال الماء منين يكون يا أبطال؟ يكون من الإنترا سيلولر للإكسترا سيلولر، ليش؟ يعني من مناطق ذات، من الهايبر للهايبر، هذا صار هايبر، هذا الأخ صار هايبر، هذا إذا هذا يستقبل الماء، كل هايبر يستقبل الماء وكل هايبر ينطي ماء، فهايبر أريد عادله أجيب له الماء منين؟ أجيب له من الإنترا سيلولر. الإنترا سيلولر إيش راح يصير بيه؟ راح يقل، راح ينزل لي جوا. زين الاوزمولاريتي مال التشبيهه من قلت هايبر معناتها صاعد الاوزمولاريتي. زين من انتقل الماء من الانترا، من الانترا سيلولر الى الاكسترا سيلولر ايش راح يصير عندي اني؟ راح يصير عندي ديليوشن. شلون دا انطي اني؟ نفس الانفيوجن، يعني دا يصير عندي ديليوشن، يعني دا يروح المي دا ينتقل من الانترا سيلولر للاكسترا سيلولر للدم، من دي يزيد المي بالدم دي يزيد الفوليوم مال الدم، من دي يزيد الفوليوم مال الدم دي تقل نسبة التراكيز المذابة بي اللي هي الهيماتوكريت، نسبة تراكيز كريات الدم الحمراء والبلازما بروتين. اوكي عندي الهايبو اوزموتيك فوليوم اكسبانشن ايش دي يصير سيادج؟ اللي هو السيندروم اوف ان ابروبريت انتي دايروتيك هرمون ريليس. ايش دي يصير عندي اني؟ فوليوم اكسبانشن يعني شنو؟ الاكسترا سيلولر راح يزيد، صح؟ المفروض من يزيد الفوليوم اكسبانشن، من يزيد الاكسترا سيلولر فلويد صار هايبو اوزموتيك، اللي قلنا الهايبو اوزموتيك شو يصير؟ شو يسوي؟ يدفع المي
إلى الانتراسيلر. كل هايبو يدفع، هذا هايبو يدفع، من دفع المي راح يصير بالانتراسيلر، الانتراسيلر راح يزيد الفوليوم. ده نحكي هاي كل الأسهم هي فوليوم. الأوزمولاريتي هي أصلاً عن الأول كلمة شنية هايبو، فإذا الإكستراسيلر هو أصلاً هايبو أوزموتيك. تمام زين. الهيماتوكريت كان نورمال والبلازما بروتين لو، هاي المعلومة اللي تحفظ اللي تحفظوها اللي تصير بالسيندروم أوف إن أبروبريت، اللي هو سيندروم وهو مرض خطر جداً، ده يصير عندي الهيماتوكريت نورمال والبلازما بروتين لو. أنا ده يصير عندي شنو انتقال بالمي من الإكسرا للإنترا، فده يصير مفروض زيادة بالتراكيز اثنيناتين اللي هو الهيماتوكريت والبلازما بروتين، بس هنا ده يصير قلة بالتراكيز بالبروتين ونورمال يكون الهيماتوكريت. إن شاء الله تكون فهمتوها يعني، لأنه يعني جدا صعبة صراحة هي، بس قدر الإمكان ده حاولت أبسط لكم إياها. التونيسيتي of the solution، من نقول هذا تونيك، هايبرتونيك، هايبوتونيك، ايزوتونيك، شنو معناته؟ tonicity of a solution is its effect on the volume of a cold bath in a solution. راح ناخذها شنو معناته. What is the isotonic fluid? A fluid in which or a fluid اللي يكون be normal body cells can be placed without causing either swelling or shrinkage of the cells is said to be isotonic. راح اشرح لكم شنو هو الشرينكج وشنو هو الايزوتونيك وشنو هو الهايبرتونيك. اذا اجي وارسم اني هنا هذا وعاء اول، هذا ثاني، هذا ثالث، هذه ثلاث اوعية، هذا ايزو، هذا هايبو، هذا هايبر. تمام. واجي اخلي هنا كرة دم حمراء كل واحد بيه. الايزوتونيك ايش راح يسبب لي؟ راح يكون كريه الدم الحمراء ما تتغير بالشكل، لان حركه الماء ايش قلت الاوزموسيس شنو؟ ما دام عندي سيمي بيرميابل ممبرين اللي هو هذا، وعندي تو فلويد اللي هو الانتراسيلولر والاكستراسيلولر، معناته راح يصير انتقال للماء. ما دام انا حطيتها بايزوتونيك سوليوشن كريه الدم الحمراء ما راح يصير بها شيء حسب قانون الفوق، لانه انا ما عندي تشينج بالاوزموتيك بريشر بيتوين ذيم. ما دام حطيتها بايزو فراح ما راح يكون اي انتقال من الماء لا من الداخل ولا الى خارج السيلز، راح يبقى كل من محافظ على حجمه وكل من محافظ على وضعه. من اجي واخليها بهايبو، هذه اخليها بهايبو، انا قلت من اخليها بهايبو انتقال ما منين يكون الهايبو شو يسوي؟ يسحب لو يدفع الهايبو يدفع الماء. تمام. لان ينتقل الماء من مناطق ذات التركيز من مناطق ذات التركيز، العفو الهايبو يجذب الماء اللي هو ثاني عندي هذا هايبو، هذا خل ارسم لكم السوليوت، هذا فت بي اربع جزيئات من الملح، هذا بي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هذا 9 جزيئات من الملح. حركه الماء منين تكون؟ من مناطق ذات التركيز القليلة للسوليوت إلى مناطق ذات التركيز العالية للسوليوت، إذن راح يكون هذا هاي حركة الماء. تمام. مثل ما قلنا الهايبو اللي هو السوليوشن يدفع يدفع المي، فإذن الهايبو راح يسبب بدخول الماء من السوليوشن إلى داخل السيل. السيل هاي ايش راح يصير بيها؟ يصير بيها انلارجمنت، من راح تزيد ايش راح يصير بيها؟ ممكن تصير بيها ربتشرينج، ممكن تنفجر. تمام. بسبب انت يعني راح يصير بيها سوالينج، تنتفخ وبعدين تنفجر. اجي هنا انا ايش قلنا؟ الهايبر يستقبل المحلول، هو هايبر ليش يستقبل؟ يستقبل يعني هاي للمعلومه انه شكو هايبو يدفع وشكو يعني يخرج الماء ويدفع الماء، وشكو هايبر هو يستقبل الماء. هاي فد معلومه مبنيه على اساس علمي، انه انا عندي الهايبر من اجي اشرحها علميا اقول هي انتقال جزيئات الماء من مناطق ذات التركيز القليلة للسوليوت إلى مناطق ذات التركيز العالية للسوليوت. هذا هايبر، إذا السيل شنو هايبو؟ إذا انتقال الماء من الهايبو للهايبر، هاي راح تنتقل هيك الماء. من راح ينتقل هيك الماء إيش راح يصير بالسيل؟ راح يصير بيها شرينكج، نسميه إيش راح يصير؟ تمام؟ راح تنكمش كرية الدم الحمراء. هسه عاد راح نرجع نقرأ. What is the isotonic fluid? It is a fluid in which the normal body cell can be placed without causing either swelling. يعني من أي ما أي solution نخلي بكرة cell من خلايانه وما يصير عندها لا swelling ولا shrinkage of the cell is said to be isotonic.
مثال عليه 9% صوديوم كلورايد و 5% جلوكوز and 5% ديكستروز سوليوشن ار ايزوتونيك فور هيومن سيلز. طبعا كل هذه المحاليل نستخدمها بالطوارئ، احنا ننطي دائما هاي ايزوتونيك. What is the hypertonic fluid? A fluid in which the body cell shrink, tinkamish, when suspend is called hypertonic fluid. Sodium chloride of greater than, sodium chloride عندنا أكثر من 9% نسميه hypertonic. الhypotonic شنو؟ A fluid in which the body cell swell, swell يعني تنتفخ, is said to be hypotonic fluid. Sodium chloride solution with less than, أقل من 9% نسميه hypotonic. أتمنى تكونوا فهمتوا هذه المحاضرة الصعبة جدا، ونلتقيكم بمحاضرات أخرى. Good luck.